السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنوريكم طريقة الرز المعمر. بصوا بقى يا جماعة، احنا نزلنا بالسمنة وحطينا الرز والسكر في الطاجن على البوتاجاز من فوق وبنقلبهم مع بعض، وهننزل عليهم باللبن زي كده اهو يا جماعة. نص كيلو رز ورطل وربع لبن وكوباية ونص سكر، هنقلبهم مع بعض على نار هادية على البوتاجاز من فوق زي كده. بصوا يا جماعة، وبعد كده لما يستوي شوية هنطلعه فوق قبل ما اللبن ينشف نعمل الوش، لأن لو اللبن نشف مش هنعرف نعمل الوش بتاع الرز المعمر. لما عملنا الوش حطيناه على البوتاجاز تاني من فوق. بصوا يا جماعة، دي الوش يا جماعة، هنكمله تسوية من تحت اهو يا جماعة. انا بوريكم من تحت اهو وانا بقطع عشان مش حد يقول لي ده انحرق من تحت وعمل اهو يا فندم. اهو انا قطعت حتة وهو لسه سخن كمان، هوريكم اهو اهو زي كده يا جماعة. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.